أعتقد الجزائر معروف على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد القاري وعلى الصعيد الدولي في إفريقيا، وتعاون الموريتاني الجزائري الحمد لله معروف ويتحسن شيء فشيء، وهو الحمد لله في مبادرات كثيرة وفيها الحمد لله لك الفضل من الله كثير من يعني تواصل، فهم واصر قربة والأخ والجوار وكل هذه المسائل عدت من هناك. الحمد لله التجارة بدأت تنمو كثيرا والمبادلات التجارية والاقتصادية في تعاون كثير بجميع المجالات، بمع التكنولوجيا ومع التعليم ومع الاقتصادي، في مشاريع كبيرة واعدة وفيها إن شاء الله التطور ستضاعف سنوات المقبلة.